الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، الاستعدادات بتاعتنا ماشية بشكل كويس الحمد لله. عملنا عدد من الماتشات الودية الحمد لله، يعني عدد كويس جدا. قدرنا نعرف السلبيات اللي موجودة عندنا، ونحاول ان شاء الله نشتغل عليها الفترة اللي جاية، وان شاء الله بدايتنا يوم الثلاث الجاي بإذن الله، وان شاء الله بداية خير بإذن الله. المشكلة ان انت بتشتغل ومش عارف هتبدأ امتى، دي برضو محيرة جدا، لان انت عارف طبعا فترة الاعداد بيبقى فيها بنود معينة لازم تتعامل بأوقات معينة، وانت مش عارف المسابقة هتبدأ امتى، فدي بتخليك تشتغل بشكل مش منظم. لكن احنا في طبعا اتعودنا خلاص على الظروف دي، والحمد لله يعني قدرنا برضو نشتغل بشكل كويس زي ما قلت لك، وعملنا ماتشات ودية عدد كبير، ويعني السلبيات بتاعتنا بنحاول نشتغل عليها الفترة دي، وان شاء الله خير بإذن الله، موسم خير علينا ان شاء الله. الفرق قطاع ناشئين بنشتغل على محورين، محور ان احنا نصعد للفرق الاعلى، وبيبقى مكسب للولد ان هو يلعب في مسابقة اعلى منه اقوى منه اكبر في السن، كل ده طبعا بيعود علينا بالنفع يعني. وفي نفس الوقت برضو طبعا حته ان التصعيد للدرجه الاولى ده هو هدف قطاع الناشئين، ان احنا نصعد للفريق الاول، فاحنا بنشتغل على الحتتين دول بجانب ان احنا طبعا نحاول نظبط نفسنا ونحاول ان احنا نلعب على البطوله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق كل الاهداف دي ان شاء الله. احنا بنبدا بقى في حاجات معينه بنفنش فيها، حته الرتوش الاخرانيه دي بنحاول نشتغل عليها، حته مثلا يعني عندنا سلبيه في حته التهديف، ان احنا بنوصل بعدد كتير جدا من فرص بس التهديف بيبقى قليل شويه، فبنحاول نشتغل على الحته دي من حيث ان احنا بنعمل تدريبات فرديه للفراوده بتاعتنا، للناس اللي بتلعب على الجزء الهجومي بنعمل لهم تدريبات فرديه، بحيث ان احنا حته التهديف دي النسبه تزيد اكتر من كده، بحيث انت عارف طبعا في ماتشات معينه هتبقى ممكن تجي لك فرصه او فرصتين في الماتش، انت عارف كل الفرق بتلعب ضدنا بشكل معين، ال11 لعيب بيلعبوا دفاع وتلاقي نفسك ال18 مش عارف تخشها، فاذا ما كانش انت عندك الحلول دي ونسبه التهديف العاليه مش هتعرف تكسب الماتشات دي، فاحنا بنشتغل على الرتوش الاخرانيه دي. شغالين من شهر في فتره الاعداد، فتره طويله قوي يا كابتن، طويله جدا على ما حددوا المسابقه، والمسابقه اتحددت ان شاء الله اول ماتش يوم الثلاث. الفرقة كلها خلاص يعني وصلنا للمرحلة الأخيرة في الإعداد البدني والماتشات الودية. بالنسبة لحراسة المرمى احنا الأمور عندنا الحمد لله مستقرة، معايا مصطفى شوبير مع الدرجة الأولى، وأحمد طارق سليمان مع 99 والدرجة الأولى برضو، ومعنا متصعد محمد أشرف 2001 وشهاب 2002. يعني تقريبا احنا دي سياسه التصعيد اللي كابتن اكرامي دايما بيسعى ليها، ان دايما كل فرقه يبقى واخده من الفرقه اللي تحتها، بنصعد على طول حراس المرمى، لان دي هتساهم بشكل كبير جدا في ان مركز حراس المرمى في النادي الاهلي يبقى فيه استقرار، ودايما يبقى فيه حراس واعدين للدرجه الاولى. حته التحضير من تحت دي بقت هي اسلوب عالمي موجود في كل الفرق، انك انت بتحضر من تحت، ولكن احنا برضو لما المسابقه قربت خلاص فاضل ايام عليها بنبتدي بنفتح الملعب، نبتدي نشتغل مع الحراس، الكروسات، الكور الطويله اللي من خلف المدافعين، ان هم يبتدوا يحضروا من تحت برجليهم الاثنين. دايما لما تبتدي المسابقه تقرب نبتدي نفتح الملعب عشان اللعيب يبتدي يبقى عنده التايمنج بتاع الكوره لما تجيله الطويله، الانفراد، الشغل كله احنا بنشتغل مع الحراس المرمى. كل ما الفتره فتره المنافسات بتقرب بنبتدي الشغل بتاعنا ده.